بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن أحبهم وصافاهم وتمسك بسنتهم وسار على محجتهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التعرية مستمرة، التعرية مستمرة. تعرية ظهر الأرض مستمرة، تعرية ظهر الأرض مستمرة. تعريتها من الغابات التي كانت تجملها وتقيها من الجفاف وتستر ما فيها من الكائنات الحية المتحركة، ومن مياه البحيرات والأنهار والعيون والمجاري والسدود، ومن الأعشاب والنباتات والحشرات والحيوانات، أي تعرية ظاهر الأرض من مظاهر الحياة. وتعرية سماء الأرض من الطبقات الهوائية التي تلطف الطقس والمناخ وتخفف من أشعة الشمس النازلة إلى الأرض، وهذا يعلمه العلماء، أنا لا علم لي به. ثم تعرية العقول مستمرة، تعرية العقول من التروي والرزانة وحسن النظر والتقدير والاستنتاج. ثم تعرية النفوس مستمرة، تعرية النفوس من القناعة والعفة والتعلق بمعاني الأهداف وكبير الهمم. ثم تعرية القلوب مستمرة أيضا، تعرية القلوب من الإيمان والحياء والقيم الكبرى. ثم تعرية الأبدان، إذا تعرت العقول وتعرت النفوس وتعرت القلوب لا غرابة أن تتعرى الأبدان. تعرية الأبدان أيضا مستمرة، تعرية الأبدان من الستر واللباس والتجمل بالأخلاق. ثم تعرية العلماء مستمرة أيضا، تعرية العلماء من مهمة التبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير. ثم تعرية الحرفيين أفرادا وجماعات، صناع والتجار والزراع وما إلى ذلك، تعرية الحرفيين مستمرة أيضا، تعريتهم من الأمانة والصدق والإتقان. ثم تعرية الأحزاب والمؤسسات القيادية في المجتمع هي مستمرة أيضا، هذه التعرية، تعريتهم من المبادئ والوفاء بالوعود والعهود، ومن الاهتمام بالشعوب. ثم تعرية البرلمانات والحكومات والدول مستمرة أيضا، تعريتهم
تعزية الدول والحكومات والبرلمان من نظم الإسلام وتشريعات الله وحكمه ومناهجه ومقاصده. وفي صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا ليس اختيارا ولكنه تهديد ووعيد، كما في قول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأنه جاء بعده: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هذه بعض وجوه التعرية، ونسأل الله عز وجل أن يلهم العباد جمال الستر، ستر الحياء وستر العقول وستر الأبدان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.